الطائي تتعرض للتنمر، شاهدوا المزيد من التفاصيل. أكدت قمر طائي أنها تتأثر بالتعليقات السلبية مؤخرا، حيث صرحت قمر أنها تتلقى تعليقات من طرف فئة من المتابعين الذين يكتبون لها نحن بنكرهك، وهذه التعليقات أثرت على قمر طائي بشكل سلبي، حيث يذكر أن قمر طائي في هذه الفترة تعاني من حالة صعبة خصوصا بعد فقدانها لصفحتها على الإنستغرام. وأضافت قمر للأشخاص الذين يتهجمون عليها: إذا مو حابيني لا تتابعوني. من جهة أخرى، نورمار بالأمس كان يحل مشاكل متابعيه على طريقته الخاصة. أترككم على ستوري محمد. هاي وحدة خاينة زوجة مع بيستي مع فيتا المفضلة. إخونيش معي محمد. وحدة كاتبة قال هي بتحب واحد بس صديقتها بتحبه. يا تس تركيب حاله، يا تس رفيتك هي بالاخير. يا تس يا افعى يا حية. احكي له محمد مار فايف جاهز الارتباط لايف. مشكلتي اني قصيرة. لا عادي، هي كلها تخليت رب العالمين بالاخير، والطول ماله يعني ماله، هو ميزة الجمال. يا قصيرة يا سنافر، يا قصيرة يا شوف هاي التعليق يتبين كتير قصيرة وبالفعل. زراعي حالك انت حالك يا قصيرة. اذا تكرهون شخص ولو أشوف كلمة كره كلمة كلش يعني كلش كبيرة، كلمة كره كبيرة يعني كلمة كبيرة يعني ما يصير تكرهون مع أحد مشهور. يعني هسا أنا كمشهورة اللي كرهوني التقوا بي بحقيقة؟ لا. حكوا معي؟ لا. عرفوا شخصيتي أنا شنو؟ لا. من يجي واحد أشوف هواي كتب تعليقات أكرهها. زي أنت من كرهتي قمر، أنت تعرفي قمر؟ قمر ضرتك